حي الجزائر، قرب مستوصف الجزائر ومتوسطة النعمانية للبنين ومدرسة الحرية الابتدائية للبنين. يعني عدد المدارس اللي هنا كيف؟ 3 مدارس ومستوصف الجزائر ومركز مال الانتخابات الرئيسي مال منطقة الجزائر. معاناتنا الشارع التبليط وهي الأوساخ قرب مدارس ومدرسة ابتدائية ومستوصف ومركز انتخابي ومستوصف والمتوسطة، معاناتنا هذا الشوارع فقد مرة والأوساخ مما يؤدي إلى يعني عدم مجيء الطلاب وعرقلة المدارس حول الموضوع. والله مثل ما تشاهد الساد الوضعية قدامك أيام الأمطار يعني حالة يرثى لها. نطالب السيد المحافظ مدير البلدية المهندس رضوان الشهواني علما بأنه ناشدنا عدة أقسام قسم البلدي ويجون يرفعون الأنقاض مشكورين، أما نحن ما نريد رفع الأنقاض، نريد تبليط الشوارع ونريد حل جذري، لأنه أولا مدارس، ثانيا مركز انتخابي مستوصف، يعني مثل ما تقول مربع 4 مدارس ودائرة رئيسية ومستوصف. هاي معاناتنا أبدية، هاي صار لها ما سنة ولا سنتين ولا ثلاثة. منطقة سوق النبي والمناطق اللي حول المدارس تجي الأوساخ والنفايات تجي تتركها بهاي المنطقة ذبة وتمشي. بلغنا عدة جهات وعدة المراكز وما يفيدنا ولا عاد تنحل هاي المشكلة وهاي المعضلة. تجي البلدية كل يوم يومين ثلاثة تشيل الأنقاض وتذهب وثاني يوم نفس الأنقاض ترجع مثل ما هي. والله نناشد الجهات البلدية المحافظة، نناشد الجهات العليا يعملون حل، لأنه هاي وضعية يعني ما يرثى لها. 3 مدارس بهاي المنطقة. توقعاتك هذا المنظر لائق؟ لا طبعا، هاي أول شيء مرض الأطفال، أطفال نحن ابتدائية، يجون أطفال يلعبون بالأوساخ، يجون ملابسهم نظيفة وهاي يطلعون أو يلعبوا بالأوساخ يرجعون على بيوتهم أوساخ كاملة. أيام المطر شوي في الجور. والله بالجور يعني معضلة بالأمطار ناسي نفاية أو حال وصير نفايات ومناطق لا تفوت ولا تطلع، الماء يتكوم هنا. أشوف هاي حالة وضعية أمامك. والله أنت شوفت عينك المطر وهاي، شوف نحن مين نروح يومية بالوحالات ونجي، يعني مين ما سوينا شارة للصيانات والله ما يصير هيك. والله تقريبا صار له سنتين هيك أمينة. هاي من الثاني احنا هاني داومين بهاي المدرسة هيك حالات. أيام المطر شلون تعبرون؟ والله أيام المطر شلون تروحون؟ والله يا شوفت عينك كله وحالات، يعني ما الشارع كله همين لازم نطمس بالوحالات ونعبر.